الإضراب حق مشروع للعمال والنقابيين. التعامل الأمني مع الإضرابات ميراث من عهود الاستبداد وينبغي أن ننهيه، ولن يزيد العمال إلا تمسكا بحقوقهم. ليس أكثر اتساعا من الصحراء في مصر، لم أفهم لماذا لابد أن يقام مشروع على أنقاض مشروع آخر قائم بالفعل في الأرض متسع للجميع. التعذيب في المنصورة وميت غمر، والاستقواء في جامعة النيل، وتلفيق القضايا للقصر، ماذا تسمى غير عودة القبضة الحديدية؟ حديث بعض السلفيين عن النص بجواز زواج البنت في سن 9 ردة للوراء وغير إنساني، وإهانة للمرأة المصرية، ومخالفة لكل أعراف حقوق الإنسان. أسوأ أنواع العلمانية أن يكون خطابك إسلامياً وعقلك رأسمالي. كل من قادوا التغيير في مجتمعاتهم عبر العصور كانوا في بداية الأمر أعضاء عاملين في جمعية المؤذنين في مالطا، حتى حققوا أحلامهم، تفاءلوا. السينما الوثائقية أو السينما التسجيلية بالتأكيد هي مختلفة عن السينما الروائية. سينما ما بتعتمدش فقط على الإبداع ولا فقط الفن والرؤية والخيال، ولكن بالإضافة لكل ده بتعتمد على العمل التوثيقي اللي بيكون دقيق جدا، لأنه بيوثق لأحداث، بيوثق لفترات، وأحيانا بيكون الرجوع إليها طوال الوقت كمراجع تاريخية. السينما التسجيلية النهاردة بتحكي على الثورات العربية، سواء الثورة المصرية أو الثورة الليبية أو ثورات الربيع العربي بشكل مختلف. مؤخرا بقى في لدينا عدد من المهرجانات اللي بتحتفي بالأفلام الوثائقية والتسجيلية، وكمان بتدير عدد من المسابقات اللي تختار الأفضل ما بين الأفلام اللي بتشارك في هذه المسابقات. آخر هذه المهرجانات كان في ساقية الصاوي، مهرجان الساقية للأفلام التسجيلية، وكان بالمشاركة مع قناة الجزيرة الوثائقية. والحقيقة عدد كبير جدا من الأعمال الوثائقية التوثيقية المحترمة جدا والفنية جدا والمهمة جدا لشبابنا عرضوا. كنا محتارين نختار أي من الأفلام علشان نستعرضها مع حضراتكم، ولكن وقع اختيارنا على 2 بيوثقوا للثورة المصرية، الطريق للتحرير، وفيلم آخر يوثق للثورة الليبية وهو فيلم غضب الصحراء. مخرجي الفيلمين بيشرفونا النهاردة حسن رضا مخرج غضب الصحراء، أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. أهلا. وبيشرفنا أيضا عمرو حسين مخرج الطريق إلى التحرير، أهلا بيك. مبروك أولا. الله يبارك فيك. صباح الخير يا حسن. صباح الخير يا عمرو. اسمحوا لنا نبدأ بفيلم حسن، نفرج السادة المشاهدين على جزء من فيلمك غضب الصحراء. طيب. اللي هو متعلق بالثورة اللي زي ما أشرت يا دينا. طيب. ونرجع نسمع منك عن الفيلم وحكايته، وكمان من عمرو وطريق لميدان التحرير. طيب. نشوف غضب الصحراء مقاطع. مومار غادافي has controlled nearly everything in his country. Business, media, military and oil. As he grabbed more power, he expelled American and Western gas companies and investors, tortured and assassinated Libyan opposition. هذا الإرهاب لم يقع فقط على الشعب الليبي، ولكن أيضا وصل حتى إلى الشخصيات السياسية العربية وغير العربية. ولعلنا جميعا نذكر ما حصل للشيخ موسى الصدر زعيم الشيعة في لبنان حينما جاء إلى ليبيا ثم اختفى من ليبيا لمجرد أنه اختلف مع الجزائري فأمر بالقضاء عليه. فيه ناس في السجن انتهوا، أما انتهوا في أثناء التحقيق لمرض، لتجاوز التحقيق في الجنجولة، أو تم الحكم عليهم وصدر ضدهم الحكم بالتصفية الجسدية. لطالما شكل الكتاب الأخضر الذي صاغه القذافي أساسا لتشريعات قانونية رسمت معالم النظام والحياة الليبية، ومن خلال الكتاب الأخضر تحول النظام في ليبيا إلى جماهيرية. لا مجالس للنواب في ليبيا ولا مجلس وزراء،
وإنما تتوزع مهامها بين ما يعرف بالمؤتمرات الشعبية وباللجان الشعبية. ولأن الكتاب الأخضر اعتبر الانتخابات بالاقتراع تجيلا على الديمقراطية، فقد استعاد النظام الليبي عن الانتخابات بما يسمى بالتصعيد، أي عندما يجتمع أهل منطقة أو ممثلوها ويتناقشون في من يمكن أن يقودهم ويحكم أمور المحافظة أو المدينة. ولأن هذا وفق تعريف النظام الليبي هو حكم الشعب، فإن التسمية المعتادة للمدن والمحافظات ألغيت واستبدلت بالشعبيات، بمعنى المناطق التي يحكمها الشعب. غضب الصحراء. حسن، أولا بنبارك لك على جائزة التقدير اللي حصلت عليها في مهرجان ساقية الصاوي للأفلام الوثائقية. غضب الصحراء فيلم بيتناول الثورة الليبية، ومن المقاطع اللي شفناها بيوثق لحكم معمر القذافي. العائلة بالضبط. السؤال الأول، ايه اللي خلاك تفكر انك تعمل فيلم تسجيلي عن الثورة الليبية وانت مصري وعاصرت زي حالتنا جميعا الثورة المصرية بكل احداثها؟ ايه اللي دفعك للاهتمام بالثورة الليبية؟ الحقيقة اللي دفعني ان اصلا ده اول انا ده فيلمي الثالث. تمام. فيلمك الثالث؟ كفيلم دوكيومنتري وثائقي. تمام. انا ابتديت عملت فيلمين عن الثورة المصرية، هو بس كنت عاملهم بالانجلش، اسمه قصة ثورة مصرية، يعني Egyptian Revolution Story. كان الفيلم الاولاني عن احداث الثوره نفسها، والفيلم الثاني عن احداث ما يعني ما بعد تنحي مبارك. تمام. لغايه يوم محاكمته. كنت عايز اعمل ابتدي اعمل جزء ثالث عن احداث المصريه، بس لقيت يعني احداث يعني بقت معقده جدا، ويعني محتاجه دراسه طويله ومحتاجه انتظار للاحداث، يعني لسه مش عارف يعني الاحداث هتوصل لفين، فبالتالي ما جاتليش ستوري بورد معينه امشي بيها اللي انا اعمل فيلم، فلجأت ان انا اغير بقى شويه عن يعني طبيعه الاحداث، ان انا الجا مثلا لاحداث الثوره الليبيه. طبعا انا كنت فاكر الموضوع هيبقى بسيط، لكن لقيت الموضوع يعني في جدل كتير قوي، في احداث كتير حصلت في الوقت ده في ليبيا، يعني في الاتصالات كانت مقطوعه في خلال 8 شهور يعني قبل مقتل القذافي، محدش عارف حقيقي اللي حصل هناك، وسائل الاعلام المختلفه اتكلمت عن الاحداث بطرق مختلفه، وفي اشاعات حصلت يعني كتير، وتقارير خاطئه كتير، وفي تقارير يعني صحيحه كتير، فانا شفت كل ده، درست كل ده على مدار 3 شهور. طب ازاي درست يا حسن؟ يعني هل سافرت لليبيا عملت على تجميع وثائق الاستماع لشهادات؟ يعني احنا اللي شفناه انه مقاطع فيديو، والحقيقه متحيه ليك لان الواضح انه كان في جهد كبير لتاريخ بدايه القذافي، مرورا بمراحل مختلفه لسيطرته وسطوته هو واولاده وانجاله حتى الحرس اللي حواليه، بس ما شفناش مثلا شهادات او توثيق او شغل ميداني من الميدان. هل عملتها بطريقة مختلفة؟ وانا فطبعا عملتها بطريقة مختلفة، انا ما سافرتش ليبيا ولا صورت ولا عملت حاجة، لان طبعا ده شبه انتحار يعني. بس انا رحت يعني انا قعدت يعني على النت وشفت يعني وثائق كتير وافلام كتير وثائقية يعني عن الاحداث كلها، من بداية من 1969 من ثورة الفاتح لما طاح بالملك السنوسي. لغاية يعني كل الأحداث بقى المهمة يعني في الوقت ده لغاية 2011 بداية الثورة، وعرفت معلومات عن العيلة، عيلة القذافي وأولاده. تمام. طب انت شايف ايه اللي بيقدمه فيلم غضب الصحراء مختلف؟ هل هو توثيق وتجميع والتاريخ لفترة القذافي مكتملة، ولا بيقدم وجهة نظر؟ هو بيقدم يعني هو بيقدم وجهة نظر يعني حياة يعني الحاكم ده ابتدى ازاي على مدار 42 سنة، عمل ايه لشعبه، ظلم مين من شعبه، وفي الاخر يعني يعني ومين اتأمر عليه من الدول الخارجية. تمام. دول كانوا حلفاء وبعد كده اتأمروا عليه. يعني في مشهد كده في الفيلم هو قال في مؤتمر القمة العربية لهم، الرؤساء العرب قال لهم يعني الامريكا يعني حلفتكم و يعني هتكون يعني هتبيعكوا يعني. حسن، بس هل خليني اسالك سؤال واسمح لي بيه. هل كافي لعمل فيلم وثائقي مجرد الاطلاع على الماده المتاحه على المواقع المختلفه، ولا انت كمان بجانب الماده اللي انت استعنت بيها وتابعتها وقريتها، هل انت استعنت بليبيين
هل استعنت بخبراء في الشأن ليه عشان يعرفوك؟ بالتأكيد في دقائق أمور غايبة عننا في مصر. تمام. أنا وغايبة عنك كمان. تمام. أنا ليا أصدقاء ليبيين أصلا يعني جم في مصر هنا وبيدرسوا في مصر. تمام. قعدت معهم يعني كنت قاعد معهم كتير بس هم طبعا كانوا مع يعني من المعارضة. من المعارضة طبعا كانوا مع الثورة. بس أنا يعني كنت معهم وقعدت معهم وكلمت معهم كل حاجة بس أنا دخلت على النت أنا لقيت في يعني في يعني اراء مختلفه كتير. انا لقيت اللي بيتكلموا على مثلا قذافي كويس لقيتهم عددهم اعلى من المعارضين. انا استغربت فازاي. فالفكره بس في النهايه ما بانش ده في الفيلم يعني كل دقايق الفيلم كامله هي بتوثق وفقط. ما انا ما بينتش يعني انا ما كنتش محايد يعني للفيلم انا بس كنت بعرض الحقيقه وبحاول ابعد بقدر الامكان عن البروباجندا اللي اصلا يعني اكتر بلد اتاثرت بالبروباجندا في الميديا كانت ليبيا في الوقت ده. شايف انه كل اللي حصل في ليبيا حصل بسبب البروباجندا لانه ما كانش في ناس بتدخل جوه كتير في شائعات كتير انقطعت الاتصالات وكان في فرصه لانقسامات كتير جدا يعني وقتها ومحدش عارف مين مع مين ومين ضد مين. هل تعاطفت مع القذافي في اي مرحله من مراحل الفيلم؟ هو انا ما تعاطفتش معاه بس في اخر 7 دقايق من الفيلم في ناس يعني في جدل كتير حصل على اخر 7 دقايق في الفيلم ان انا مبين ان انا متعاطف معاه. لا هو انا مش متعاطف معاه يعني انا بظهر الحقيقه. تمام. سواء هي عجبت يعني او ما عجبتش عجبت او ما عجبتش هو عموما ربما يبرر هذه المشاهد القاسيه اللي بيظهر فيها قتل العقيد معمر القذافي بدايه فيلمك بمشاهد اكثر قسوه لقتل وتعذيب واعتراف هو شخصيا لمعارضين وخاصه في فتره السبعينيات والثمانينات. طيب نروح بقى لمصر والثوره المصريه والطريق للتحرير وفيلم عمرو حسين هنشوف لقطات منه ونرجع لنناقش عمرو. I think the Egyptian revolution had already been 10 years in the making. I can probably highlight the first, like the start of the events at the fall of the year 2000. And that's when the Palestinian, the second Palestinian Intifada broke out in September 2000. That triggered a big wave of protests and people took to the streets. They were cracked down upon by the police. But organizers started getting together and forming groups in order to extend their solidarity to the Palestinians. And many of those organizers were also anti-Mubarak dissidents. تحيّر كل عمال مصر اللي كانوا الشرارة الحقيقية اللي أشعلت الثورة في كل أنحاء مصر. تحيّر عمال مصر اللي قدموا شهداء من بعد الثورة. فأنا بقول إن الثورة بدأت من 7/12/2006 استمرت الملاحم العمالية والشعبية طول الفترة دي. On December 7th, 2006, 3,000 female workers. الطريق إلى ميدان التحرير ما بيتكلمش فقط إنه الطريق بدأ يوم 25 يناير 2011 ولكن كان في الكتير من الفعاليات اللي أسست ومهدت عشان نوصل لهذا الطريق طريق ميدان التحرير. رجعت للمحلة يا عمرو 2006 و2008 اتكلمت مع قيادات عمالية ويمكن بالصدفة كنا لسه بنتكلم على الإضرابات العمالية ودورهم وفي النهاية مش واخدين حقوقهم. ايه فكرتك من انك ترجع وتتكلم مع القيادات العمالية ومع ناشطين ومدونين ولا تكتفي فقط ببعض مشاهد من الميدان والاشتباكات اللي كانت خلال 18 يوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. الفيلم جاء كفكرة لمشروع التخرج اثناء دراساتي في الولايات المتحدة. كنت ادرس لنيل درجة الماجستير في اخراج الافلام الوثائقية وطبعا لم انل شرف المشاركه في الموجه الاولى من الثوره 18 يوم لكن عدت بعدها وقررت انه مشروع تخرجي يكون عن وطني وعن هذه الثوره
ولقيت ان هناك نوع من الاختزال للثورة المصرية. البعض يحاول تصوير الثورة المصرية اولا على انها بدأت في 25 يناير فقط، ثانيا انها كانت مجرد دعوة على موقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك او غيره، ويهدر نضال ملايين من المصريين قبل 25 يناير. انا شخصيا لا اتصور ان الثورة بدأت في 25 يناير فقط، الثورة بدأت في رأيي الشخصي منذ ديسمبر 2004 حين اجتمعت مجموعة لا تزيد عن 200 فرد امام دار القضاء العالي وهتفت لا للتمديد لا للتوريث وانشأت حركة كفاية. الثورة بدأت منذ 7 ديسمبر 2006 حين خرجت عاملات المحلة يهتفن الستات هم الرجال فين لكي يستفزوا زملائهم الرجال وينضموا إليهم في هذا الإضراب. الثورة بدأت منذ 6 إبريل 2008 حين خرج أهل المحلة وحطموا صورة الطاغية من جميع ميادين المدينة، وكانت بالفعل كما يقول بعض الشخصيات هنا في الفيلم بروفت الثورة المصرية. أنا أتصور أنه الحركة العمالية ظلمت إلى حد كبير، بيتم الآن اختزال دورها، بيتم النظر إلى الإضرابات العمالية بقدر من التعالي. البعض يصفها بالفئوية، البعض يصفها بالأنانية، ويبدو أننا ننسى أو نتناسى، وهذا هو الأهم، أن الإضرابات العمالية كانت العامل الحاسم في تنحي مبارك، خاصة مع الإضرابات التي بدأت منذ يوم 8 فبراير 2011 وانتهت بتنحي الطاغية في 11 فبراير 2011. عمرو، أنت في الفيلم عودتك للبدايات كما ترى، اللي هي البدايات تعود بين 2004 ل 2006، البدايات أو البذور، بذور الثورة المصرية. تتعاملت مع هذه البدايات بصيغة تسجيل مع عدد من الفاعلين آنذاك، عدد من القيادات العمالية، نعم، عدد من النشطاء السياسيين والناشطات طبعا. وانت بتسمع شهادات هؤلاء، هل في أمور استوقفتك؟ يعني أنت قلت حاجة مهمة قوي دلوقتي، إن إحنا يبدو إن في غبن للحركة العمالية اللي بيتم التعامل معها بصيغة استعلاء، أنتوا إيه المطالب ومطالب فئوية وأنتوا بتكبدوا بلد خسائر وغيره، هل في أمور أخرى استوقفتك وأنت بتستمع لشهادات هؤلاء؟ استوقفني كم ظلم شعبنا في كتب التاريخ. يعني في الهند نهرو الزعيم الهندي قال أن المأساة تبدأ حين يكتب الاستعمار تاريخنا ويصدره إلينا على أنه التاريخ الصحيح. للأسف الشديد هذا ما حدث في مصر في رأيي الشخصي، دايما يقدم شعبنا على أنه خانع وسلبي وأنه لا يصور إلا حين يأتي زعيم مثلا أو ما إلى ذلك. أنا أتصور أن هذا غير صحيح على الإطلاق. لم يكن أهالي المحلة هؤلاء البسطاء بحاجة إلى زعيم أو قيادة كاريزمية لكي يطالبوا بحقوقهم ولكي ينظموا أكثر من إضراب ناجح. الأمر الثاني الذي استوقفني هو الصورة التي ربما يعني الستيريوتايب، الصورة النمطية التي لدينا نحن كسكان مدن أو سكان العاصمة عن أهالي هذه المناطق، يعني أو الأطراف كما نسميها. نحن نتصور نحن نقول عليهم محدود وعي وما صحيح كل كلام غير دقيق. أنا في رأي شخصي هم يفوقوننا طبعا وعين. صحيح، يعني يجب أن نتعلم نحن منهم وليس العكس. تعرف تاريخيا الوعي السياسي وحتى التعاطف مع برامج الأحزاب في الريف المصري تاريخيا أعمق وأقوى من المناطق الحضرية المصرية. ده استعلاء. وتأكيدا لما تقول حضرتك، الزعيم سعد زغلول وصف الفلاحين أو أصحاب الجلاليب الزرق كما كانوا يسميهم بأنهم عماد ثورة 1919، ووفقا لأحد المؤرخين الثورة الرافعي قدموا أكثر من 3000 شهيد. أيضا في هذه الثورة أغلب من قدموا شهداء وفقا لإحدى الإحصائيات 90% من شهداء ومصابي هذه الثورة هم من مناطق شعبية، سواء الأربعين في السويس أو الضرب الأحمر في القاهرة أو المنشية في اسكندرية وغيرها. وربما عمرو ده يؤكد على فكرة أن ثورة 25 يناير وما يعني سبقها من فعاليات كثيرة أسست ليها هي بالأساس ثورة مش بس سياسية، مش بس للاستيلاء على الحكم أو نصيبنا من التورتة أو لإلغاء التوريث. بالإضافة لده كان في مطالب بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واللي لم تتحقق، وبالتالي الإضراب مستمرة. عرضت فيلمك في أي من القنوات أو للجمهور شافه بأي حتى الآن لم تعرض في القنوات؟ هو طبعا كما ذكرت لحضرتك هو عرض كفيلم تخرج، فيلم من نيل درجة الماجستير، ولاقى استحسان كبير جدا حين عرض في الولايات المتحدة في كل من نيويورك وكاليفورنيا، وحين عرض في سقط الصاوي استقبل بشكل جيد. لكن أنا أتمنى أن أعرضه في مكانه الصحيح في المحلة، أعرضه للبسطاء من أبناء شعبنا لكي يروا أنفسهم على الشاشة. في مبادرات كثيرة مصرين وربما كاذبون. نعم. اللي بيتغير قبلها بعد شوية. خليني أسأل عمرو وحسن يا دينا، أنا عارف إن الوقت عايزين نسأل حسن بالزبط. بس لو عرضوا فين؟ أنا عايز أعرف العرض فين، وعايز أعرف كنتوا بتتابعوا
الاحداث الجاريه. حسن انت قلت ان انت مش عارف تلاقي ستوري بورد لان الدنيا معقده ومشبركه ومستني شويه نفس الحاجه. انا عايز اعرف بالظبط، عايز اعرف من عمرو برضو انت مش شايف ستوري بورد مستني شويه لما الدنيا تروق، ولا بتتابع تداعيات الاحداث؟ بالعكس، انا اتصور ان ثوره 25 يناير بالنسبه لنا كصناع افلام تسجيليه هي منجم ذهب، يعني سنجد لو بحثنا فيها بشكل جيد هنجد يعني عشرات الكنوز زي ما تفضل. انا حاليا اعمل على فيلم جديد عن هو اسمه نجاه، وباختصار شديد هو عن ضحية من ضحايا نظام مبارك، يعني كتب الله له النجاة لكي يساهم في إسقاط هذا النظام. عرضت أفلامك حسن سريعا فين؟ أنا الفيلم الأولاني أنا عرضته في سايد ساوي برضو، بس في مهرجان الأفلام التسجيلية بتاع السنة اللي فاتت. ونال إقبال جامد. غضب الصحراء. غضب الصحراء ده كان ثالث فيلم ليا. ده هو آخر فيلم. ده تعرض. بشكركم شكرا جزيلا، شكرا جزيلا حسن رضا، وشكرا جزيلا عمرو حسين عبد الغني. شكرا جزيلا وبشكركم مشاهدينا. أنا هلقاكم السبت بإذن الله. أنا عايز أشكرك يا دينا، أشكرك وأشكر حضراتكم، أشوفكم بكرة إن شاء الله على خير مع باقة جديدة من الأخبار المتنوعة والتغطية للأخبار، ومع فقرات سياسية وفقرات اجتماعية. خليكم معنا ونشوفكم بكرة على خير. شكرا.